السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حاجة مرة حلوة عجبتني اكتشفتها، شيء مرة أسطوري اللي هي كيف تنقز نقزة عالية. يعني في أماكن ما تقدر تطلعها، عرفت؟ يعني مثلا عندك زي هذا المكان، السقف ذا أبغى أوصل له، شوف ما يمديني أوصل له، أوكي، وما في شيء إنك تضغط إكس مرتين وينقز، عرفت؟ بس أنا شوف دحين كيف، شوف كيف النقزة يمديك تشوف زيادة الوصلة اللي هناك، شوف تنقزها بالراحة، يعني حاجة مرة خرافية. شوف خلينا نطلع برا، السقف الجدار هذا ما يمدينا، بعيد مرة، لكن ايش نشوف ايش نشوف. اوه شوف، خلينا نجرب نطلع على اللوحة دي. شوف طلعت، شايفين كيف؟ يعني شيء مرة حلو الصراحة، تقدر تطلع على أشياء تتسلقها وتوصل، يعني بدل ما تدور على مكان وكيف أطلع البيت ذا، ولا كيف تدخل الجدار، كيف تنقز فوق الجدار عشان تكمل المهمة، ولا تدور فتحة ولا أي شيء. شوف أنا أعلمكم من فين تسووها، بس أتمنى منكم اللي ما اشترك في القناة يشترك في القناة، يفعل زر الجرس وينشر المقطع في كل مكان عشان غيرك يستفيد. طيب أول شيء لازم نروح عند الدكتور. طيب هذه الأشياء الخاصة في جسمك اللي هي الأعضاء الإلكترونية. أعضاء إلكترونية تحطها في جسمك عشان تجيك مميزات أكثر وأحسن من أول. طيب أنا أبغاك تروح عند السيقان، أنا عشان عندي سوني عندي بالعربي، اللعبة بالعربي تطلع السيقان. انت ممكن انت عندك بالاجنبي مكتوب ليجز، اوكي، تخش عليها وتلقى في شيئين هنا، اوكي، واحد يقول لك اضغط مطول على الاكس لشحن قوه القفز ثم افلت، اوكي، قيمتها 45,000، وهذه اللي اشتريتها انا اتوقع انها كانت ب 75,000، اتوقع كان سعرها شيء زي كذا، والله ما اتذكر كم السعر. المهم تشتريها وتثبتها في عند هنا في ذا المكان ذا وبس، وصلى الله وبارك. تروح في الأمة يا حبيبي اكس مرتين ويجيك نقزة عالية، شيء مرة اسطوري، يبغى لكم تجربوه، اوكي، تعطيك مرة قفزات. انا من يوم ما ركبتها والله انبسطت فيها صراحة، تتسلق اي شيء، اي شيء تبغى تتسلقه تتسلقه وبس. هذا كان كل في المقطع، أتمنى أن عجبك المقطع، انشر المقطع ونشوفك على خير. سلام.